مشاهدينا، قافلة نجم الجهة وصلت للمحطة الثانية ديالها اللي هي مدينة الشفشاون. اليوم نتعرفوا على مجموعة ديال المشاركين في الغناء والكوميديا. نخليكم تقتربوا أكثر من أجواء المسابقة مع زينب. أكيد جد، الأجواء جد حماسية والمشاركين كلهم نشاط وحيوية باش يعطيو أحسن ما عندهم ويقنعوا لجنة التحكيم مع المايسترو الحضري عبد الرحيم. الساعات الأولى من الصباح التحقوا مكان الكاستينج مجموعة من الشباب للمشاركة في أكبر مسابقة لاكتشاف المواهب. من بعد تسجيل المعلومات الضرورية وقبل دخول المشاركين، أحد أفراد اللجنة المنظمة فضل يجرب الميكروفون. حبك خلى الكون فعنيا أجمل عالم من حواليا، حبك خلى الكون فعنيا أجمل عالم من حواليا. الحبايب عالمحبة عودونا، رجعوا من تاني يا قلبي سهرونا. الحبايب عالمحبة عودونا. الارتباك والتخوف من الأشياء السلبية اللي كتأثر على أداء المشاركين. لكن ممكن كان شيء مهم، أوقات بتحلوي معك وحياتي تكمل برضاك. شكرا. بغيتك تقلد لي شي شخصيات، شي شخصيات من اختيارك انت، نختار وقلد. تينا قول لي اللي بغيتي. انا اللي بغيتي. وتينا اللي بغيتي. وحتى انتينا اللي بغيتي. انا اللي بغيت. ها الليمبي. ايه ده انت بتقول لي الليمبي ولا ايه؟ الليمبي يا ويلي عليك يا جن. الليمبي انا عاوز اتجوز، والله عاوز اتجوز. ايه ده، ايه المرض ده يا ويلي يا ويلي يا عين؟ والله هتجوز يا ابويا، راح تخطب لي يا ابويا، راح اتجوز، راح اعمل عرسيه فيها شيخات فيها كل شيء. ما عرفتي شيخات بالمصريه شنو كيقولوا لهم؟ عارفهم زينا. تبارك الله عليك. انا المغرب ديالنا سبحان الله عندنا 97 لغه، نقول لك 16 نقول لك 83، ما عرفتش وما خصنيش. المهم نبداو حنا بالطنجاويه، كتدخل طنجة غير طنجة فيها خمسه د اللغات. نبداو حنايا داخلين حومه تشوك، كتجبر هتلر في قهوه بولاينات، كتقول له السلام عليكم. وعليكم السلام، انا اخي شحال بالخاطر. الله يرحم بابك، في جات قهوه دبن. قهوه دبن بنت لك انا في لي توكس. ايوا المشابه حالي عزيز. المشابه ماشي مشكل، هاي فيك النشمه تخرج ديالها. لا شاش ما يا اخي، داك ماشي مشكل. شوف تليفون وانا جيب لي يا كم ناخذ كامله مغربي. انا يا مغربي. مغربي ريفي بجوج صافي. واش بنقول لك ابني، إلا طلعوا كاملين ضربة واحدة الكرة الأرضية باش تميل، وإلا مالات الكرة الأرضية تقدر تطيح لي الدكة، وإذا طاحت لي الدكة بنوض نطيح سنان والديك. نسبة المشاركين في صنف الكوميديا لا بأس بها في مدينة شفشاون باختلاف المواضيع وطرق الأداء، بل من المشاركين اللي حاول يمزج ما بين الغناء والكوميديا. يا ليليا ليليا عيني كرشي تقرقر وراسي بونتار، وراني في حالة في حالة، راني ميت بالشر كرشي راهي تصفر، راني ميت بالشر كرشي راهي تصفر، حافي ساقيلي نفطر ما تبقاش تعزي فيا. حتى واحد لا باغي بالك قبل منه عرفات وما غير وخرجات، كاين ولا ما كايناش، والدرية حتى هي ما ترضى تكون ضحية، تكون حبيبة بسمية. كاين ولا ما كايناش على شي تفلا، الله يرحم قيس وليلى، الحب في زماننا ضربوا الخلا. اش على شي تفلا، الله يرحم قيس وليلى، حب في زماننا ضربوا الخلا. نجم الجهة فصل ونواصل.
راديو كاب راديو من الشمال للجنوب. تبارك الله عليك عزيف مبدع، قلنا باش تشارك في هذه المسابقة. مهم، السلام عليكم، معكم يوسف الزباخ مدينة شفشاون، سن 20 عام. مهم غادي نقدم واحد كوكتيل غربي شوية فيها أغاني عربية أكوستيك. طبعا نتمنى اللجنة التحكيم يعجبها داكشي اللي غنعمل. هي الزينة ما درتي فينا، أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا. واي الزينة ما درتي فينا، أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا. عكن بيو حيرو بيبي، عكن كسو ودبين، I will stand by you forever. You can't take my breath away. والله يا حروف الوطن زي العبود في الصدر مغلى مغلى. لسه فاكر قلبي دي لك أمان. صافي يا صافي سكوت حتى كلمة صافي. بيني وبينها ويا سر كبير مخبي. يا زوفري تنا مكيتها مازال ما نسيتها. صافي روح وانسى اني كنت يوم حبيبك. والاسامي هي هي والقلوب تغيرت. بهذا المستوى واش كتظن بانك ان شاء الله غتكون من الممثلين ديال مدينه شفشاون في النهائيات؟ والله ما نكذب عليك كاين شي حاجه ما احسن مني عاود ما ضرتش فهمتي، ولكن داكشي مع الله الحمد لله. حظ موفق. شكرا بزاف. كي داز الكاستينغ؟ غزال كي حمق قز مزيان، وغنيت اغنية ذكرى الاسامي وغنيت المجري قدامي. وشنو كان الرأي ديال لجنة التحكيم؟ الصراحة كاملين فرحانين بيا وتفاجأت، يعني مهم الحمد لله ربي ما خيبنيش، يعني دوس مزيان. عندك الإحساس بأنك غتكون من الممثلين ديال مدينة شفشاون؟ طبعا، وغادي نكون ان شاء الله الا وفقني الله غادي نكون من احسن ممثلين مدينه شفشاون، وراضيه وثيقه وان شاء الله غادي نعطي ما عندي باش نكون شي حاجه الاولى على الشاون، شي حاجه اللي تفرح الناس تشاون ونواحي ديالها. حد موافق؟ شكرا ربي يخليك. واللي راح راح من عمري راح راح، واللي راح من عمري راح راح راح، واحنا ملينا رجوع. سي عبد السلام وسي محمد من الشخصيات المشهورة في المدينة، خلقوا أجواء رائعة خارج القاعة وأصروا أنهم يشاركوا على طريقتهم. نقدر نقول لك في 2006 هذاك كنت بديت هذه الموهبه هذه، والحمد لله حاولت انا نتوفق فيها خصوصا في الشاون، حيت ما كاينش شي واحد في الشاون كيديرها. حاولت نتوفق فيها وداك الشيء وتعلمت بزاف الحاجات، حاولت نبدع فيها ونعطي فيها وصف. روحي يا وهرا روحي بسلامه، يا القلب اللي كان يبغيك انا نكويكي، دعوت الجدود انا راهي البنيه، ويلا طاح الليل خاف عليك. يا امي طال الاسر مدري متى موتي، لا وطن ولا احباب لا اصحاب. يا امي سيدي الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي و
يا حنينة وكلك طيبة يا ربي خليك يا أمي يا ربي خليك يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة. وأيام كده الكاستينج؟ ده زوين عجبني والحمد لله. شنو غنيتي؟ غنيت غنيت سيتي الحبايب والما يجري قدامي بزاف. وكيفاش كانوا ارتسامات لجنة التحكيم؟ مزيانة الحمد لله. عجبني الحال؟ حد موفق. شكرا. جل المشاركين في الكوميديا والغناء حاولوا يعطيوا أقصى ما عندهم. شكون المحظوظ اللي غادي يمثل شاون؟ القرار في هذه المرحلة لجنة التحكيم. يا زوفريت أنا مكيتها مازال ما نسيتها. يا زوفريت أنا مكيتها مازال ما نسيتها. نشق فيها بالنية يا حتى للعميت. يا كينا تفكر ويا ناك واش كنت تقول. يا شوف الواحد كيفاش يقول وكيفاش يكون. يا 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 يا